مباحث التموين تداهم مقر شركة أملكس الشهيرة بالأوراق الكل. أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين قناتنا الكرام، أتمنى من القدير أن تكونوا في أفضل حال. قبل ما أبدأ الخبر يريد حضرتك تشترك في القناة من زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد، ويريد تدعمنا بلايك علشان نقدر نستمر، وشير الفيديو علشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. مباحث التموين تداهم مقر شركة أملكس. تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لأمن القطاع من ضبط شركة مستحضرات غير معتمدة. وردت معلومات لمدير وضباط مباحث التموين بالقطاع تداول إعلان تجاري لمستحضر طبي للتخسيس أملكس على قنوات فضائية، وقيام عدد من الفنانين بالدعاية لذلك المنتج تحت شعار الأوراق الكل. ويشار بالإعلان وجود تصريح بوزارة الصحة بإجراء التحريات. تبين أن الشركة المنتجة للمستحضر المنوع عنه شركة تايلاند فارما الكائنة بدائرة مركز شرطة الطلبية ملك السيد ح ألف بالاستعلام من وزارة الصحة، أفادت أن المنتج غير مدرج كعقار بشري أو مكمل غذائي بالاستعلام من المعهد القومي للأغذية، أفاد أن المنتج غير معتمد. تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع التفتيش الصيدلي ومفتش التموين، استهدفت المكان المشار إليه وأمكن ضبط طارق ميم عين 35 سنة مدير الشركة مقيم بالمعادي، وبتفتيش الشركة ضبط بداخلها 245 كرتونة بداخلها كل منها 15 عبوة لمنتج أملكس بإجمالي 3675 عبوة. وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، تم تقييم الإجراءات حيالهم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك بالقناة وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد، ويريد تدعمنا بلايك علشان نقدر نستمر، وتشير الفيديو علشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.